بنكمل أخبارنا من الإمارات، وفينا نقول إنه هالفترة هي عودة الغائبين للساحة. فالأسبوع الماضي حكينا عن عودة محمد المازم للغناء الجماهيري، بعدها حكينا عن سعود أبو سلطان اللي بيتحضر ليرجع من بعد 8 سنين غياب، واليوم رح نحكي عن رويدة المحروقي اللي بتستعد لعمل فني جديد من بعد انقطاع عن الساحة لفترة طويلة، وهي سجلت مؤخرا أغنية جديدة وإحنا كنا معاها حصريا بالاستوديو. وهذه هي الأغنية اللي راح ترجع فيها رويدة المحروقي بعد غياب، وبتسمعوها لأول مرة عبر تريندينج. كثير مبسوطة أني أنا معاكم اليوم، وكثير مبسوطة أن أول خبر فعلي أو رسمي يكون عن طريق تريندينج. وهالفرحة راح تكون كمان عن جمهورك بعد ما يعرف انه هالسنجل ما راح يكون الوحيد. انا مجهزة طبعا مسوية كذا اغنية، في من الرومانتيك وفي من السريع، بس اغنية اليوم ستايل هيب وشوية فاست ودانسي، فراح تستانسون. لا لا لا، والاكيد انه الجمهور راح يحبها كونه هالستايل من الاغاني اللي ميز رويدة من بدايتها. أغنية حلوة، أغنية فريش بس مع تجديد، مع اختلاف، مع أصوات جديدة، فكرة جديدة حتى بالكلام and everything. ويبدو أنه بهالرجعة بتفتح صفحة جديدة مع طليقها مدحت خميس اللي كان معها بالستوديو، فهو اللي بيوزع الأغنية كمان. شوفي، هو صراحة كثير ساعدني وكثير ساعدني في الشغل القادم، ومسوي أشياء كثير حلوة، يعني بدليل أن احنا موجودين في الستوديو اليوم مع بعض. مدحت بغض النظر عن العلاقة الشخصية، مدحت موزع كثير كثير شاطر، فما أقول هذا لأنه أبو نور، لا، أنا أقوله لأنه فعلا موزع شاطر جدا. هو أنا دايما مع رويدة بقدم جديد بصراحة، عشان هي بتسيبني براحتي وهي مدية على غربي زيادة، فأنا مجنون برضو، فبنتجنن مع بعض بقى. وهالجنون راح ينعكس كمان على تصوير كليب الأغنية، فهي معروفة بجرأتها والتجدد دائما كليباتها. طلعنا من قصة ستوريو وسوينا مود، سوينا كليب مود أكثر ولوكات وستايلات، فالكليب حتى فيه أشياء وايد حلوة، فيه لوك وايد حلو وستايل وايد حلو.